يمرر، فبالتالي قلت خطورة نادي الزمالك بعد الأربع أهداف اللي جاء. الله بقى الكعب ده والهدف الثاني. خمس أهداف هنشوف مين اللي جابه ده، خمس أهداف هنشوف مين. أهو محمد إبراهيم بيقول لهم أنا أهو، هل هو اللي مرر ولا جعفر؟ يشوفوا مين اللي جاب لنا الهدف يا جماعة، إنهم كلهم شبه واحد وكل الكرات شبه واحد وجماعية، وهاتوا خدوا من العمق. جميل جدا جدا شكل اللي جاب الهدف، أحمد جعفر ومحمد إبراهيم بيقول لهم أنا أهو. ايوه كده، لانك لعيب كويس لما تلتزم بتبقى 10 على 10. الراجل ده غضبان وطلع رقم 9 ونزل مكانه رقم 11 لوتي. طلع رونالد ونزل لوتي رقم 11 و5-0 لنادي الزمالك. ادي جعفر وادي محمد وريم وكعب حلو قوي لجعفر، وجعفر ما كدبش خبر، احمد جعفر يحط الهدف الخامس في الدقيقة 23 من زمن الشوط الثاني. مهرجان أهداف لنادي الزمالك وأداء جميل لنادي الزمالك والتزام خططي وروح طيبة، والانتصارات بتجيب فرحة وبتجيب وبتحلق والمشاكل بتقل. إنما